بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وتحل خطبة نحو مجوسية لينكحها إذا أسلمت. رونا حلالة كسر خطبة مجوسية أجل فرست يشتكي وابكا بتفرست بلا بشرت من خطبه که بله بشرت دت خوازم مارت کم که مسلمان بیم جامارت ک. و دروسه باش. وافهم قوله تحل و انها لا تندب سند نی و هما نقلاه عن الاصحاب. اما این نقل کرد ول اصحاب شافعی. جایت ن ما نقلاه او رجش وتمان لا موای ابي بو نويور رافعي بشته. وقال الغزالي تسن سنته واحتج له اتمنى الف زياده لرا شرح كجواله واحتج له بفعله صلى الله عليه وسلم بل جاي فعلي في غمرة صلى الله عليه وسلم كشتي واي كذا بلا من لوا سير من ليدي چونكي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم وانا اتسر يادم افرتي مجلسي وابل جولكو غاوري خواستوا ماريو صفيه بلام نه تسری آدم آفرتی مجوسی و امانه خزانی بوبی نازم توش گشتی و ای تسری آدم ای اما لو احتج جله بفعله صلی الله علیه و سلم و جرع علیه الناس خلچش لسر امر رویوا بله و شرح کشیش اماجه ناکابه و المهم أما عبارة كرونا غزالي أو يكذب بحجة والله أعلم صدق كشهر أو يكفي غمري خاصة صلى الله عليه وسلم صفي ما ركردو وماريي قبطي كبهدي بها وماريك إيه بل وبحث بعضهم أنها كالنكاح خطبة ألين موكو نكاح واية نكاح تش حكميك هبه خطبة إيش أو حكميه لسنة حرام مكروه أمانة لأن للوسائل حكم المقاصد شنش وسائل حكم مقاصده ديخو نكاحي خطبش وسيليبو نكاح بل قال أو بعض دلين لكن يلزم منه وجوبها إذا أوجبنا النكاح كواب خطبش واجبة هركات النكاح واجبة لك ما النكاح واجبة لك حارتك قنجك وهبين نكاحي هي واشترسيل زنا واجبة جنبيني لا لو كانت أخذ فيش واجبة وهو مستبعد نشتكي دورة ولا بعد ما على دورة ما مش خوش عليه ولا بعد فيه دور جنية إذا سلم كونها وسيلة أقل بلين وسيلة بونكاح خطبة وسيلة بونكاح بوتي دورة بلين واجبة أقل وسيلة ومن ثم ليرهم كان تصريح بكراهة خطبة محرمي مع حرمة نكاحه لرو هندي العلماء وتوانا بصراحة وتوانا بياويك لإحراما بي حرام عمر يا حج حرام خطب جنب كا بو چونكي نكاح لو كاتا حرام بو إذا خطب كيش حرام حيث بلي أي باش بو نعلن كراهته ألن كسل إحرامها كراهتي هي خواز بيني بكا أي بو كراهتي هي خواز بيني بكا خو حرام نكاحي بكا مثلا للوسائل حكم المقاصد ألا باوكم حيث لم يخطبها لينكحها مع الإحرام أو خطبي كردوا بلان بو أو خطبي نكردوا لوقت إحرامها نكاحي بكا وتدوا إحرام حال سوري طوافا وعفرتي حال بنايا هل استغفر الله سبحان الله وشي شم بناك دوي ها دوي توبني عمرك ايه وكراهتي هي بس اما حرامني ايه والا ما والا حرمت اگر ما بس يوبي لا احرام مكانك احبك حرام وكذا يقال في خطبة الحلال للمحرمة هروها أجر بياوي خوي هنا بياوي خوي نيل إحرامه نيل إحرامه هرها لو دوري كعبة مثلا بلين إيشكا خزمت جزاريكا أفرتك هالإحرامه إيش
اشبيني بجوي عليه قال لي بويتو لينك شو مبيبكا اما هر عينشت كراهتي هي قرنتي او بدوي دوي تاوبوني عمرك بخوازي وماريب يعني بيجوازاتو وفارقت المعتدة اي محرمة بوشي فرقه لقال معتدة كمعتدة وتمان حرامة بصراحة هر هيني بكا خواز بيني قال لتوقف الانقضاء على إخبارها شنك أفرتي معتدة أبي خوي خبر من باتي عدي توابوا أجر خوي خبر من نداتي توزان على إخبارها الذي قد تكذب فيه لو أنا دريت يا بكابلي عدك أم توابوا بوي زوبي قوازنو فلان بخلاف الإحرام إحرام ويتاني فإن التحلل منه جنج تحلل لإحرام لا يتوقف على إخبارها في يوسف هوالي أو نياموك هموك سكزان إيشكاني إحرام توابو تحلل كردو وقد يقال إن أريد بها مجرد الالتماس كانت حينئذ وسيلة للنكاح فليكن حكمها حكمه أجر أجو تريق سيكي تريش أو تريق ألين أجر خطبة ما بس في أو به التماس نكاح بكين التماس يعني طلب نكاح بكين أو أبت وسيلة كبوب وسيلة وكات حكم خطبة وكحكم نكاح واي لتحريم كراهة الندب وجوبا بل فليكن حكمها حكمه وكات حكمك بعين أو به من ندب وغيره حتى الوجوب حتى واجبون يا أجر ما بسش ما بي أو كيفية مخصوصة به كعرف عادتك وخلق وخلق عن بي وقلتوا من الاتيان لأوليائها كان سر الله كسكار جنك أدنو خوازويني كشي أكنو أو أوكات فهي سنة مطلقا هم كاتها سنة با إنسان لإحرام شابه فالدعاء أنها وسيلة للنكاح أجر أو كيفية مخصوصة به أو عرف عادة به أو أجل إدعاء بكين من ولا أم وسيلة نكاحة وأن للوسائل حكم المقاصد وسائل إش حكم مقاصده هي لم حالتها ممنوع مقصة ممنوعة بإطلاقه بمطلق بلكو أو هر عرفك وعادتك نابة وسيلة جاري وهي خطبك أبي نكاحك نابة جاري وهي نكاحك أبي خطبك هرنية هرنية كثيرا ما يقع بدونها زور جار رئك به ببي خطبه زور جار من بسوما لشو لما لو دي اما لتجي قراخ بياوان دانشتون بياوك ليه بو شعب الله شي حسن ناوو قنجة جيجل ناوو كو ملا چاي تيكر دوا شي محمي ناوو خوافك لدوايا چوار كوري بو هر چواران انفال كرا اري والله هميشي بعض دوانا جني هنا بو دوانشان قنج بون ألين شا بشي عبلا ألين ألين آمين بون عدي بشو إش رجاء بياوي نبتا بيشو چيب كم شون يبدن بشو أو قنجيش كتشاتي قال عمن بياو هل عين مجلس ألين لي نكاحك إيه شتيكي وامان برا نكويم إيه برام خو عفيان كه هيك أنا ما أونيس إيه باش برام هاتي نكوي بلى زور جاري أكوي ببي خطبة وكو أم نموني كبوم هنا يتو جندرا وبشو وخرج بالخلية المزوجة بلى وخرج بالخلية المزوجة كإمارة إنكسي خلية بل النكاح حرام خطبة بكري بل سنة دروس خطبة بكري كسي مير دين بيو نكاح لنجر نكاحي كسان بي دروس هيجبي بكري دي خرج به كي المزوجة آفرتك لجر ساي مير دكا بيو شوي كرد بي او چون بي خطبة بكري نابي حرام بل فتحرم خطبتها تصريحا وتعريضا كما مر چونك لو انا ابيت السبب اوي كوا حاشاك على مردك چن ناشتي واروي داو اري والله حاشاك دول مردك خوي چونك لا وقسان لقلا كردو والمعتدة
يعني خرج بالخلية المزوجة والمعتدة. معتدة إيش عفرتك إيش لا عدابة هر حرامة هن بصراحات خطبة بكري، لكن لما كان فيها تفصيل ذكره بقوله بلا مسألة فرتي معتدة جور تفصيل تياي جياي لمزوجة لبر أول جياي كده فرمي لا تصريح من غير ذي العدة لمستبرأة أو لمعتدة بلام دروز نية بصراحة هيجبي مستبرأة بكري مستبرأة كس آفرتك أمتي لعدي استبراءك عدي أو عن معنيك عدي استبراء معنيك أو لمعتدة يا آفرتي لعداب بلام من غير ذي العدة بشرت أو كسا كيجبي أكا خاوان عدك النبي اگر او پیاو خزانی خوی به لعدا به یا لاستبراء امتی خوی به لاستبراء به او بتصریحش پی بلی قیناک جا لمعتدة عن وفاة او شبهة افرت لعدا به عدی وفاة یا عدی شبهة عدی شبهة تان زید چت لا افرت و ازانی خزانکی خوی تی بلی عن وفاة او شبهة او فراق هر بوية أو سايانو كتش جلكي دايكي لبر منكا يا كراسي نكا لهمان قماشي أو جنكي بي أو بيشناني ما زور عاقل بون كتش ايانو نابي كراسي دايكي لبر كا نكو باوكي لي بغوريو بلا ماري بوا ايان عين لا يك جور قماش شن كراس كان لما عليك شابن مثلا لجي اخوت نيج لو يا بجر زور خراب ايش ايش خراب ترى خراب ترى او لجي او اب خوي اري والله بله كره استاذ زور شد مراعاتك رئيس هيج نما انا اشكر اخوان بله هاتنا شبا وككم شبهة بله بل عن وفاة أو شبهة أو فراق بطلاق بائن إتر فراقك بطلاق بائن به أو رجعي يا بطلاق رجعي به أو بفسخ أو انفساخ يا بطلاق بك فسخ كرابة مثلا نمنا متمان عاهات خمسة بينج عاهات هي كجنوبيا وتوانا فشيمان بنا وفسخين كأحد أبكنو أو فسخ الجاية لطلاق أما الأهم عدية أجر فسخكش بعد الدخول بها عدية أبي فسخ انفساخ أو رجوش توزي لسال أما وستاين وثمان فسخ تي وانفساخ تي جاوزيك مانك أري والله فسخ وثمان أويك إيه بخوي نبي بخوي فسخ يكا في ساعة زمتنا بني عيبة كان أولي والله ثنائي تسري آدم أو روجي جوتمان والله ما فسخين أو انفساخ بل بطلاق بائن رجعي أو رجعي أو بفسخ أو انفساخ والله اشتكي وانا اتصل يا لم تنيا خوي فسخك وتاني كابرا خوي فسخك اتوي مثلا اگر عاهاتي خمسة بي مثلا بلن بيا وكتوشي بلق بو جنا كتوشي بلق بو يا قولي بون آلويا بيا وكفسخي اكاتو يا جنا كفسخي اكاتو بيوسي با إرادي أوانه بس انفساخ أو تاني درك أو آفرت دو آفرت هاتن يا دو بيوات شاتي أن دوتن والله أو جنة أو كرو أو كتك بجنو ميردي كان شيري فلان آفرت أن خاردو بيك ويتر خوا أو بيوسي بفسخ نية يكسر خوي ببي إرادة ببي يكسر فسخ بيتو بلا من المسألة عاهاتي خمسة أبي خوي عن إرادة عن هبه سپیایی اما پیایک من هبو خواه افریکا
حاليا سبياو هي لو دي اما بالسال شتوشي بالاك بو جنكي جواني شي هي ايش انك جانا بولي كوم اللي من على انها بو تعال جاي شي بيت اي لبر اوا او فسخيا بيوسي بإراده هي إرادة فاسخة كه بلام انفساخ وكو شير بيوسي بكزنية تايا ورب اللي من اميوه اميوه نعبي لغالي ابميني اي بله ظاهر اما فرقة كيان فلا يحل إجماعا ما اللي هو بإجماع خطبي أو جور عفرتانا كلا عدة أو شتانان دروزنية لأنها قد ترغب فيه شنش جاري وهي عفرتك رغبتي هي فتكذب على انقضاء العدة ألي ولا عدة توابو دروشك وواضح أن هذه حكمتنا ما حكمتك بو مسلي بو مثلاً أويك واقسي عفرت ورناجيري لتوابون عدة يا بو أوي خطبي معتدة بصراحة حرامة ما حكمتك لحكمتك يعني كلواني عفرتك الدروبك بلا مشتي تري شتاية من أيزاني فلا ترد العدة بالأشهر جونج لواني زلام بلتو بابا علي عفرتك الدروبك لما سلي توابون عدة يعني أما بو عدي بالإقراء دروك جاي عندك بالأشهرة آيسية يا صغيرة إيك بالأشهر بي بيسي بقسي وناك أي لك أبو لم حالتا دروست بصراحة في بوتري ألا إنه والله تنك وحكمتك بالي ريش أنبي هل دروز نية أما بصراحة خطبي وعفرته بكين با عدي بالأشهر جبي باش برام وإن أمين كذبها با كابرا أمين بين الدروي عفرتكيش إذا علم وقت فراقها لكاتك أزان وقت فراق كيو ووقت توابون عدك كي أقر بأشهر به أما ذو العدة إم جاوتي لا تصريح لا تصريح من غير ذي العدة وينود أي خوان عدة دوري تشيب كاو ألي أما ذو العدة فتحل له إن حل له نكاحها ذو العدة دروسة بصراحة إجبله كل عدك وتوابوش من أخواز مجالة كتر أوا مثلا هالا عدي خلعة أفرتك مخالعة دي بياوك ناتواني بقريتو ناتواني بقريتو أقر أفرتك إرادة نبي وأقر بيش قريتو أبي بنكاح جديد أبياوك اللي أبيه لكرة خطو هر بيشوب كي هر جان خلع شملة قلع كردويد خو هر بيشوب كي توا كرة خوما وخوازما أما خوي خاوان عدة أي باش برام بلا بلا بيوشي برزامن دي هي بس أما خطباك بس راحة شون جهال عدة خويا فتحل لو انحل بخلاف ما إذا لم يحل جاري وهاي أو آفرت تازة حلال نبو بياوة كي انطلقها ثلاثا وهي في عدته سيبسي تلاقي دعوة أوش عفرتك إيش هالي عدة أما دي عدة شي توابي أمنا تواني بخوازد حتى تنكح زوجا غيره بل وكأن وطئ معتدة بشبهة زيد شو لاي عفرته عفرتك خوي لا عدابو أم بشبهة شو لاي فحملت كتير عفرته حملها القلة زيد فإن عدته عدة زيد تقدم أو عدة بيا شخري بس عدة أول يكاك عفرتك يا أبو ولا يحل له خطبتها ناب الزيت لو عدة خويا بصراحة خطبة بكا بل كانت عدة كان توابو هردو عدة كا من أخوازن هل جل لا عدة خوي شايتي عدة زيت بيا شخري كا عدة شبهة كا بلام شنتي عدة تريبا دوادي نابي نابي بلا إذ لا يحل له نكاحها لم حالتها ولا بل نأما أفرتك وادي أرى خاون زوجة أما أفرت خاون زوجة هلا عدي بياوي كترة لأن لو أنا عدي رجعي بي هي بياوي كترة زيد بشو بشو ولا حملي لزيد هالقلت ناتواني بيبلي ناتواني بصراحة لو اللي عدي بياي قلت بلا بلا
هل كان عندك اي زيت في شخري؟ زيت بلا كمشروبات شو تلا؟ انت حملي هالقلتو بلا ولا تعريض لرجعية ومعتدة عن ردة نابه بتعريضش خطبي افرز بكاك لعدي رجعية به شنجي لو عني بياك بيجرة لو عدة ومعتدة عن ردة يا افرتك معتدة للردة الردة خوي بيا ردة ميردك بي او معتدة بوت بياك تواني كمسلمان بو بيجرة لانهما شنجي او دوانا في معنى الزوجة يجتهن لمعنى جنى لجل سايب يا وكان لعودهما للنكاح بالرجعة والإسلام شنجي أجر أو أحبيا ومسلمان بيت أفرتك دينته وبلا يخوي وبيا وكا كفري كردو يا شنك كفري كردو شايت مان بيني بيا وكا توانا ببات وبلا يخوي لا عدة أو تلشان هرواي ويحل تعريض بغير جماع في عدة وفاة بلام تعريض لا عده وفاته دروسها بلام تعريض كب كلمه جماع النبي يكسر لجاتي خطبه بلا من جماع اللي قالك اشتوا حرام باش برام ولو حاملا بافرتك حامل جميعها تعريض دروسها لآيتها شنجي آيتك واقيني وهي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء بل لا من غلط نسي آيتها نسيت لآيتها بل وخشية إلقائها الحملة شنتي اشترسين لوي أقل شتيش واي بيبلي أفرتك بشي من عالك لباري خوي بري لتعجيل الانقضاء نعفو وخشية إلقائها الحملة لتعجيل الانقضاء نادرة أميك أترسين أفرتك لواني من عالك لباري خوي بري أمن نادرة أو سنادر بو إيسا ناشكري خواني فلا ينظروا إليها تمشاي أمن ناكي إساء أفرت هر زور سادة من الله لباري خويبة لبر أدنى هدف بله في عدة بله وكذا يحل التعريض لبائن أفرتك لعدة بائناية تازة لسي لميردك يبوتو دروس بيدة بجوية باش برام كابراء دابة لا يبور ريبانا كورا لجوريك مبودا ناوي يتروحون أو ليتي أجي باش برام لبائن معتدة بالأقراء أو الأشهر ما دام بائنته في الأظهر لعموم الآية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم وأورد عليه بائن بسلاس أو رضاع أو لعان فإنه لا خلاف في حل التعريض لها أما تشيء ويحل تعريض في عدة وفاة باش ولو حاملا وخشية إلقائها الحمل لتعجيل انقضاء نادرة وكذا يحل التعريض لبائن في الأظهر لعموم الآية جاء وأورد عليه بائن بثلاث أو رضاع أو لعان فإنه لا خلاف في حل التعريض له إرادك اعتراضك لسر كلمة في الأظهرية أما ليه يحل تعريض بغير جماع في عدة وفاة في لبائن في الأظهر كاب مقابل أظهر كظاهرة لا يحل وايا مقابل أظهر كظاهرة لا يحل أميش علي أمقسك علي في الأظهر أورد عليه اعتراض لي جلاوة بو أورد عليه بائن آفرتك بائن بسي بسي بائن بالرضاع سي بسي تازن نابب تتبو الزيت كتلاقي داوة بائن بالرضاع بائن باللعان هذا زيد ناتو على بخوازته وجارجتر أم دوانا واي. أي باشا أمانته علي في الأظهر حلال تعريض بخطبة لعدة كما بخلاف يظهر حلال أميش علينا نخير أما
اما وكو اعتراض وارد بوت السري علي امسيانا بلاي اظهر وغير اظهره باتفاق حلاله تعريض بعيد بو امسيانا وانيا علي بويا شرح كيش علي الاولى في عدم حل التعريض بابويا واي بوته في عدم حل التعريض چونچي بلاي خلاف اظهره حلال نية كوا بصراحة تشبيان بوتري أمسيانة خلافي أظهر ديواجني باتفاق حلالة تعريض بو أمسيانة هل وقد يجاب ولام أم برسيارة درا وتهم إرادة وقد بأن بعضهم أجراه فيه هندي العلماء هندي الفقهاء أجراه فيه لا يتشرواية أجراه فيه يعني خلافكي لما نشاء إجراك دوت في كاكا أماني خلافي أنتاعي في الأظهر وغير أظهري تاعي يتربوه شيء كان باعتراض لسلمان كواب فلعل المصنف يرتضيه وادي المصنف أم قصيه بلاوه رازيه بمقصه كخلاف لما نشاء هيا رازيه بمقصه أم جاوى المعتدة عن شبهة قيل مما لا خلاف فيه وقيل مما فيه الخلاف او افرتك معتده للشبهه قيل كلا خلاف تيانيه خلاف تيانيه كدروس بتعريض خطبه بكري قيل كلا ايش خلاف تيايا ولجواب الخطبه وايا حكمها في التفصيل المذكور اي جواب خطبه سنه يا فرزياتيه على باكم جواب خطبيش حكمكي بيشوا اگر خطبه سنت بو جوابكي سنت واجب بو جوابكي واجب وادر اوايه بله يعني جواب دانه وكي حجاب دانه كه شندي به هر بيدنه يعني تل بلند كاك اگونجا انا اگونجا بله ولجواب الخطبه حكمها في التفصيل المذكور يعني ولجواب الحكمة حكم الخطبة ولجواب الخطبة حكم الخطبة في التفصيل المذكور بل ثم التصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح تصريح كامية تعريض كامية ألي باكم تصريح وتالي يقطع بالرغبة في النكاح بل تهي وكو خمان الله يمدي اللي بنيكو لك يا بل شو بيبك أو تصريحة باش برام كما كإذا انقضت عدتك نكحتك أو أبلي والتعريض ما يحتمل ذلك وعدمه مثلا تعريض وتاني احتمال نكاح شي هبه احتمالي لا عداية همشة تبود النوائية لما ترس جواني فكو ناكبه ادوا اللي دوا قنجال دوا تبراي لك قبل كرخو مخصوم خوم نبو مخصوم بو شلا خوا شو بو ان يري ايش تاني بلا مخصوم خوا بله او يعني هلا بيه بو خوي بو غيري خوي كانت جميله بله ما نجد مثلك كي توي دسكوي ان الله سائق اليك خيرا خوا خير بو ان يري لا تبقي ايما بس او بلاو غلط لا تبقي اللهم بك بلاي ناهيه أجل لا ناهي بقيناك لا ناهي ب لا تبقي أيما يعني ببي وجني ما يمين روا أما أجل لا ناهي بآوى بس أجل خبر بيود الخوش كربي لا لا تبقينا أيما توب ببي وجني ناميني توا ناميني توا أجل لا ناهي ب ببلا لا تبقينا أجل لا ناهي ب أو كاتل لا تبقي أيما بيوجني ما مين روا رب راغب فيك خلق زور بتماي توبي وكذا إني راغب فيك من حسد لي أكم أشتي كما نقله الأسنوي عن حاصل كلام الأم أما أنا نقل له بختي كلام أم شافعي واعتمده وهذا رأس نبي اعتمادي شكردو بلاي ور يعني بشتي بيا بستوه وهو تعريض بد وهو بالجماع تعريض بكلمة جماع كنسلا كابرا ملهورك لجاتي خطبالي عندي جماع مرض باش بلاي من رازيتك كم بوا
وأنا قادر على جماعك، ما أنا محرم حرام بخلاف التعريض به. بلام تعريض بوا قيناك تعريض بجماع مشي ويش عقلانة بيبله مشي ويش عقلانة بله راسو خوي نابي بيبله بله. في غير نحو هذه الصورة نابي كلمة جماع تيابي أو تعريضان باشا بران، فإنه مكروه كراهته أقسان، وعليه حمل نقل الروضة عن الأصحاب كراهته. أفرت تلفوني بو من كر كري خواز بيني كردوي، هل خواز بيني أبو تلفوني بو كردم قليلي كرد أيو أب ليش نكاحي نكرد بو كتي كمال قصي ناشريني كرد بو لقاليا يتلا سروا شوي بينك ما دبا وانا بأدبا ولا شوي بينك إيه. باشا برم هاتي نكوي وعليه حملوا نقل الروضة عن الأصحاب كراهته. بناء لفرأما كالروضة لين كراهتي هي شي كراهتي هي واتت باسكرني جماع لقال عفرتك لجي خطبة كراهتي هي أمانة حرامة يبو الروزة على كراهتي. بلى بابا ما بس الروزة إيش تصريح بجماع نية كناية بجماع اشتكي بيه عليه أو كراهتي هي أيناك تصريح بجماع حرام ونحو الكناية بلى وهي الدلالة على الشيء ونحو الكناية يوني كناية شيا يعني وادر أن موني كناية ما أن بوينته عليه الدلالة على شيء بذكر لازمه. دلالة اشتيك بذكر لازمكي إيه ذكر لازمكي مثلا كناية لجماعة عليه كرة أدع بلاه عليه حمام بشاك ماني يا أخوتي اللي بشوي هذا هو كناية لجماعة أي والله أي كلا وتيجي بذكر وقد تفيد ما يفيده الصريح جاري وهي كناية مفيدي وكو الصريح ما بس أجيني كأريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات لجاتي أويك متعرز بلا بلا كرة ولا من بيام خوشة وكو خزاني خوم نفقة وبكيشم باشا برام أتلذذ بك يا بك أنفق عليك أتلذذ بك جاءك كناية فتحرم أمانة حرام وقد لا جاري وهي وقد تفيد يعني وقد تفيد الكناية ما يفيده الصريح جاري وهي كناية ما بس صريحك أجينك أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وأتلذذ بك لا فتحرم معنى حرام شنجي ما بستكي جيان بلى وقد لا جاري وهي ناي جيني أو كاتف يكون تعريضا تعريضا كذكر ذلك بلى ما عدا وأتلذذ بك سأنفق عليك أما كناية بلام كلمة أتلذذ بك وهي حرام بل وكون الكناية أبله من الصريح هل استعارة عليه اتفق البلغاء تخذ استعارك على أن الكناية أبله من التصريح باش برام دي أمقسى باتفاق البلغاء وغيرهم إنما هو لملحظ يناسب تدقيقهم أما لبر ملاحظيك مناسبة تدقيقي مناسبة لقل تدقيق بلاغي كان أو أني خليش علمي بلاغا الذي لا يراعيه الفقيه فقيه مراعاتي أو ناكا عقب سر أوشتانوني وإنما يراعي ما دل عليه التخاطب فقيه تنيا مراعاتي تخاطبك الصريح تخاطب يعني فقيه تمشي لفظ كانك عقب سر أموري بلاغي ونية بلكو أم يراعي ما دل عليه التخاطب العرفي
حقي بس سر تخاطبي عرفي وهي عرف عادة بواو ومن ثم افترق الصريح هنا هنا وثم هل لب ومن ثم افترق الصريح هنا وثم آل روايا صريح كناية جيان لبين فقيه بلاغا كان أهل بلاغة ولغة أو عن بوچون تران هي أمانش بوچون تران هي بل رابوسي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.